اللهم إني أسألك بركة شهرنا هذا، وأسألك من كل خير أنزلت أو أنت منزله، وأسألك اللهم النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، وأسألك بمقاعد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك الأعظم وكلماتك التام أن تقبل مني ومن جميع المؤمنين والمؤمنات صيام رمضان وقيامه، وتفك رقابنا من النار.